على الهاتف معنا الحاج ابراهيم الطبلاوي نجل القارئ الشيخ محمد الطبلاوي. بعد التحيه يا فندم، بطبيعه الحال الشيخ الطبلاوي هو رمز مهم جدا من رموز دوله التلاوه في مصر. يعني عرفني ازاي بتقوموا باحياء ذكرى؟ هل في طقوس معينه؟ هل في تلاوات معينه بتحبوا تسمعوها؟ اهلا وسهلا بك يا حبيبي. والله احنا اليوم دوت ان شاء الله بيبقى قاعدين في المدفن هناك في عند الوالد الله يرحمه. تعزينا لحضرتك. الله يسليك يا حبيبي. وبنقرا ختمه كامله هناك على روحه، واولاده كلهم محبيه، بيبقوا مجتمعين جنبه، يعني بيبقى حاسس بينا وبندعي له بالرحمه والمغفره. طبعا احنا من قبلها بشويه بنكون اغلب المحبين بتوع بيتصلوا بيا، انا بقى لي يومين الناس بتتصل علي على الذكرى بتاعته، هتعملوا ايه؟ وهو الذكرى مش يوم، والله الذكرى طول السنه، يعني الحمد لله الناس كلها وكل محبين يعني ما فيش اذاعه بتذاع بي الا لما الناس بتتصل علينا. ويعني سبحان الله الوالد بصمته دي بصمة كبيرة في مصر وفي المستوى العالم الإسلامي كله، يعني الحمد لله. طبعا يعني رحمة الله عليه، يعني عايزين نعرف عنه أكتر، عن حياته، يعني لو في موقف أنت فاكره ليه، عصرته مع فضيلة الشيخ مش بتنساه أبدا، احكي لنا عنه. والله يعني الوالد الله يرحمه كان من الناس اللي كانوا بيحبوا كل حاجه في الدنيا بتمشي حسب تعليم القران الكريم. يعني كان دايما يوصينا بالحفظ القران ونحفظ اولادنا، هو كان بيحفظ اولادنا برضه القران وتعليم القران وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني كانت حياته كلها حياه دي، يعني تعليم الدين دينا كلنا. يعني هل في موقف مع الاحفاد انت فاكره ليه، مثلا في الاعياد، في تجمع كنتوا بتتجمعوا مع بعض في مناسبه، يعني كان بيعمل ايه معاهم؟ والله كان هو يوم عيد ميلاده كان كل سنه بتلب، يعني كلنا بقى بنبقى عنده بالاحفاد باولادنا باحفاده، وكان بيفرح جدا بيهم، يعني من التجمع وما بقاش مصدق. احنا الحمد لله يعني ما شاء الله عدد الاولاد 10 ما شاء الله، فالاحفاد كانت كثيره ما شاء الله، فكان يعني بيبقى يوم مبسوط، بنجيب له هدايا بسيطه، حاجات كده بسيطه، يبقى مبسوط بقى جدا يعني. صحيح. طيب بقول لنا، يعني حضرتك قلت لي ان هو كان بيوصي اولاده واحفاده بالقران. نعم. وكانت اخلاقه هي الاخلاق المتعلقه بالقران الكريم، ازاي ده ظهر في تربيتهم؟ مين اول احفاد اللي حفظوا القران الكريم؟ هل في حد يعني صار على نهجه في القراءه وفي التلاوه ونال شهرته مثلا او حمل اسمه من بعده؟ والله اللي حفظ القران مننا اغلبنا يعني كان بيحفظ طبعا، بس طبعا الحياه لما بت بت, بت يعني لما في حد فينا بيكبر ويوصل بقى لسن ما بيداومش على حفظ القران، ما بيداومش على المراجعه. فعندنا كان محمود اخويا توفى من 5 6 شهور الله يرحمه، كان حافظ القران بالكامل. وعندنا اخويا محمد وهو اللي اخذ نفس الطريق بتاع الوالد، صار على نهج الوالد. ايوه صار على نهج الوالد، وتقريبا يعني هو بيسموه الطبلاوي الصغير. يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية، التلاوات اللي هو اللي لسه موجودة لغاية دلوقتي ولسه بنسمعها لغاية النهاردة،
علم ينتفع به هو برضو التلاوات دي وتعليمه، يعني تعليم الدين ليكم ولينا كلنا، وولد صالح يدعو له، انتوا كلكم بتدعوا له. مقتنياته لغايه النهارده، لو في حاجه لسه موجوده بتفكركم بيه، يعني بتعملوا بيها عمل خير مثلا، تكريمات حتى، احكي لنا عنها. والله هو مقتنياته يعني محتفظين بحاجته زي ما هي، وكمان وزارة الثقافة المصرية أخذت بعض من ملابسه والسجادة الصلاة بتاعته والسبحة والعمة، وتقريبا عاملين متحف خاص بالقراء الكبار، مثلا الشيخ عبد الباسط، الشيخ الحصري، وفي العاصمة الأدبية. اما المقتنيات بقى بتاعتنا هي اهم حاجه التسجيلات بتاعته. لسه يعني في التلاوات النادره موجوده معاكم؟ معانا عندي التلاوات النادره، ودلوقتي بقت يعني اغلبها الوقت على النت. طب بالنسبه للتكريمات اللي حصل عليها فضيله الشيخ، كان ابرزها من دول ايه؟ ايه اللي كانت دايما بيتكلم عنها بيقول عليها يعني انها يعني كانت تكريم مستحق زي ما بيقولوا؟ هو التكريم اتكرم من الملك، من ملك الكويت، من قبل ما توفى بحوالي أمير الكويت، أمير الكويت أنا آسف، والملك الأردن من الملك حسين قبلها برضه بسنتين تقريبا، في خلال في غضون 5 سنوات اتكرم من الملك حسين ومن أمير الكويت. طيب حاج ابراهيم، ايه الحاجه اللي والد حضرتك رحمه الله عليه علمها لك وانت بتعلمها لاولادك النهارده؟ يعني كمان احنا كمشاهدين عايزين نعرف ونتعلم منكم. والله اكتر حاجه تعلمناها حسن الخلق، يعني حسن الخلق واتباع يعني تعليم ديننا والصلاه والصوم، وان احنا نحافظ على اسم الوالد. يعني احنا كاولاده كان دايما انتوا دايما يعني انتوا معاكم اسم، لما حد يشوفكم ابراهيم محمد محمود طباوي، يبقى محمد محمود طباوي دي ليها عامل لازم تظهرها قدام الناس، يعني معناها ان انت ابن الشيخ الطباوي المشهور، يبقى لازم تبقى مثل وقدوه بالظبط ليا، بتمثلوني انتوا كلكم بتمثلوني. فكذلك انا برضو طبعا، وده طبعا مش عشان خاطر برضو يعني بنمثل الشيخ، لا ده طبعا ده ديننا بيقولنا كده. فلازم يكون ان شاء الله اولادنا واولاد اولادنا باذن الله على نفس النهج ونفس التربيه ان شاء الله. يعني تعيش وتفتكر، ويعني والد حضرتك موجود في اذهان المصريين الى ابد الابدين، يعني طول ما التلاوات دي موجوده. بنشكرك الحاج ابراهيم الطبلاوي نجل القارئ الشيخ محمد الطبلاوي رحمه الله عليه. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.